ما تراه أنقرة أنه تنظيم إرهابي ينبغي التخلص منه تعارضه واشنطن وترى في قوات سوريا الديمقراطية وتحديداً المكون الكردي فيها حليفاً أساسياً، وتعتبر أن أي مساس به سيزيد من مستوى التوتر كما يقول البنتاغون، مشيراً إلى وساطات مع الروس للضغط على أنقرة. ندرك منسوب التوتر الآن، لذلك ننسق معهم ومع الروس داخل سوريا لخفض التوتر ومنع قيام أي طرف بعمل عسكري يؤدي إلى نتائج خطيرة. ووفقا لمعلومات البنتاغون، فإن الجيش التركي بدأ يحشد قواته على غرار ما قام به قبل أعوام، وأن احتمالات غزوه مناطق كردية في مقدمها مدينة عين عرب كوباني صار ممكناً. هناك الكثير من التوترات والمشكلات بين واشنطن وأنقرة، وحتماً أي تعرض تركي للأكراد سيزيد من حدة الخلافات. واشنطن تعول على قوات سوريا الديمقراطية وترى فيها نموذجاً ناجحاً في محاربة تنظيم داعش، وتشير إلى تكبدها خسائر بشرية فاقت 10,000 قتيل. الاعتقاد السائد هنا في البنتاغون أن ما سمحت به إدارة الرئيس ترامب السابقة من توغل تركي وسيطرة تركية على مناطق كردية داخل سوريا مثل راس العين وتل أبيض والقامشلي، فإن ذلك لن تسمح به إدارة الرئيس جو بايدن، وبالتالي فإن أي تصرف عسكري تركي ضد الأكراد سيواجه بعقوبات وأيضا بمزيد من التوتر في العلاقة مع أنقرة. جو تابت، سكاي نيوز عربية، واشنطن، البنتاغون.